تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى، الذي بدأ أولى فعالياته يوم 13 من يوليو الماضي، واستمر طوال موسم الصيف، وضم الكثير من الحفلات لكبار نجوم الوطن العربي والفعاليات الرياضية والفنية وعروض الأزياء. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من مدينة العالمين مراسل دي ام سي محمد سعد. محمد، بعد التحية، ضعنا في الأجواء كأننا معك في العالمين، تفضل. تحياتي ليك زميلي العزيز هيثم سواد، وتحياتي لكل الساده المشاهدين من مدينه السحر والجمال، مدينه العالمين الجديده. بالفعل هيثم، يمكن اوشك مهرجان العالمين على الانتهاء، خاصه في الحفل الاخير اللي احنا كلنا في انتظاره، وهو حفل الفنان ويجز، وده هيكون 1/9، وعشان كده المهرجان يا هيثم امتد ل1/9. الحفل ده هيثم متوقع ليه هيكون عليه اقبال جماهيري كبير جدا، يمكن زي حفل كاريوكي او يمكن اكتر كمان، وده بسبب الجمهور الكبير للفنان ويجز في كل مكان، يمكن مش في مصر فقط، في الوطن العربي. عشان كده الكل متوقع هيكون في اقبال جماهيري غير مسبوق لحفل الفنان ويجز 1/9. حاليا منطقه ارينا العالمين، وهي دي المنطقه اللي هيكون يقام فيها الحفل، بتستعد بشكل كبير لحفل الفنان ويجز، هتكون 1/9، والحجز هيكون عن طريق موقع تذكرتي. ممكن دلوقتي اي حد من الجمهور يحجز التذكره بتاعته عن طريق موقع تذكرتي لحفل الفنان ويجز في 1/9 القادم في منطقه ارينا العالمين، وده هيكون ختام مهرجان العالم عالمين، وهنكون ان شاء الله بقى في انتظار الموسم الثاني اللي هيقدمه مهرجان العالم عالمين ان شاء الله السنه القادمه. مهرجان العالمين يا هيثم قدم عدد كبير جدا من الفعاليات الرياضيه والفعاليات الفنيه وعروض الازياء اللي ارضت جميع الاذواق، الكل كان سعيد جدا جدا بمهرجان العالمين، يعني في حماس بشكل كبير جدا كان في حماس كبير جدا للمهرجان ده بشكل كبير من كل الجمهور المتواجد في مدينه العالمين الجديده. الكل بيشكر كل الشركه المنظمه وكل الناس اللي نظموا المهرجان ده، المهرجان اللي شرف مصر، كان من اهم المهرجانات اللي كانت بتقدم عروض وفعاليات ترفيهيه وفنيه وثقافيه وعروض ازياء، طبعا الكل كان سعيد بيها. هنتابع معاكم خلال الايام اللي جايه فعاليات حفل الفنان ويجز، ودي طبعا هتكون الحفله الاخيره في مهرجان العالم عالمين. عوده اليك يا هيثم مره ثانيه. قبل ان اختم حواري معك محمد، دعني اشكرك على اختيارك للاماكن الساحره التي تطل علينا منها خلفك، يعني ولا اجمل من هذا المنظر الرائع ومن هذه المياه الساحره بهذا اللون الفريد الذي تتميز به مدينة العالمين، وننتظر دائما اختيارك لأماكن مماثلة محمد. شكرا جزيلا الزميل محمد سعد مراسل دي ام سي من مدينة العالمين الجديدة.